هذا البرنامج أقوم فيه بواجبي كطالب علم بشرح مبسط لبعض الأحكام الفقهية اللي بيحتاجها المسلمين في عبادتهم اليومية، بغرض تعلم كيفية العبادة والإحساس بمعانيها. ولا يحتوي هذا البرنامج على فتاوى، لأن هذا من اختصاص أهل العلم والفتوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم افتح علينا فتوح المحبين لك المحبوبين منك. اللهم علمنا وفهمنا وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. أهلا وسهلا بكم، والموسم الثاني على طريق الله. طول ما احنا ماشيين في حياتنا من ساعة ما بنتولد لغاية ما نروح الجنة عند رب العالمين، واحنا سائرين على طريق الله سبحانه وتعالى. وكل ما الإنسان كان بيتعلم وفاهم أكتر وعنده رؤية، كل ما وضح الطريق بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. وأي واحد عايز يشعر بالقرب من ربنا ويفهم هو جاي الدنيا دي لازم يتعلم. ودي الدعوة اللي كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دايما ربنا بيأمره بيها، بيقول له السائر على طريق الله لازم دايما يزداد في المعلومات. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل ربي زدني علما، علما بيك يا رب العالمين، علما بنفسي وعلما بديني، عشان أعرف أعيش وأنا عندي رؤية على بصيرة. زي ما كان النبي دايما يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. على طريق الله الموسم ده إحنا مسمينه على طريق الله روح العبادة. وسيبوني أشرح لكم ليه اخترنا الاسم ده وإيه موضوع السنة دي. السنة دي أنا عندي أمل كبير إن إحنا نتعلم جزء كبير من ديننا هيخلينا عندنا قدرة على فعلا التعلق بربنا والاستمتاع بعلاقتنا بربنا سبحانه وتعالى. بصوا يا جماعة، كل واحد فينا مكون من ثلاث مكونات. هذا الجسد فيه نفس وفيه عقل وفيه روح. النفس اللي فيها احتياجات الإنسان وشهوات الإنسان ورغبات الإنسان، وبيها بيحقق الواحد مننا مصالحه. ثم العقل اللي فيه الأفكار والمبادئ والمعتقدات، اللي بيه الإنسان بيميز بين الصح والغلط، الحق والباطل، النافع والضار. جنب النفس والعقل فيه الروح. سر تكريم الإنسان فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هذه الروح هي اللي بتتواصل فيك مع ربنا سبحانه وتعالى. هذه الروح اللي بتستقبل المعاني الراقية من ربنا، وهي سر السكينة والطمأنينة. سعادة الإنسان القصوى بتأتي من الاتزان بين متطلبات النفس وأفكار العقل وغذاء الروح. وسيدنا محمد وصانا بالاتزان ده، فكان بيقول على نفسه هو أشرف نفسه وأكمل نفس، كان يقول إني أقوم وأنام، يعني بصلي وبنام، نفسي محتاج النوم بنام ولبي احتياجات نفسي، وأصوم وأفطر، محتاج الأكل لنفسي فكنت بصوم لله سبحانه وتعالى وأفطر لنفسي. وأصلا أي شيء الإنسان بيعمله لله، ربنا اللي ركب فينا الاحتياجات دي. وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. فكان النبي بيقول لنا لبي احتياجات نفسك، ولكن جات الشريعة عشان تقولك بقدر معين عشان النفس دي ما تتغاش فتأذي نفسك وتأذي غيرك. آدي النفس لبي احتياجاتها بالقدر المطلوب. أما العقل،
ربنا عظم العقل جدا وعلمتنا الشريعة في مئات الآيات إن العقل ده لازم يتأمل ويتفكر ويتدبر عشان يطور من أفكاره ومعتقداته ومبادئه. هذا العقل هو سر تكليف الإنسان. عارف يعني سر التكليف؟ الشرائع السماوية بتخاطب البالغ العاقل، والإنسان اللي ما عندوش عقل مش مخاطب بالأوامر الربانية. وسمى ربنا العقل في القرآن الأمانة، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. الإنسان هو اللي عنده عقل بيختار بيه بين الحق والباطل، الصح والغلط. آدي النفس باحتياجاتها وآدي العقل، ويبقى عشان تحقق الاتزان اللي بيه بيرتفع الإنسان ويصل للكمال البشري. هو كمال ناقص، بس أعلى درجات البشرية هو الاتزان ده، إنك كمان جنب النفس والعقل تحافظ على حياة روحك. روحك اللي بتستقبل من ربنا كل معاني الخير، اللي بتخلي الإنسان فيه حب للعطاء. هذه الروح لو فضلت حية بيحس الإنسان بالسكينة والطمأنينة واستقرار النفس. ربنا سمى النفس دي النفس المطمئنة. هينده عليك يوم القيامة لو حافظت على حياة روحك: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وعشان ربنا يحافظ لنا على حياة أرواحنا ما تتبلش، فرض علينا عبادات. هذه العبادات في شريعتنا، شريعة الإسلام، اسمها العبادات الروحانية. عبادات لو قدر الإنسان يعملها بالكيفية اللي ربنا بيحبها وبالمشاعر اللي ربنا بيحبها سبحانه وتعالى، دايما هيحافظ على روحه حية، روحه دايما قريبة موصولة بالخالق سبحانه وتعالى. وإحنا السنة دي جايين مع بعض نحيي روح العبادة. هي العبادات دي هي الحبل اللي ما بيننا وبين ربنا، تمام؟ ربنا اختار العبادات دي تحديدا، الصوم والصلاة والحاجات التانية كلها، علشان نتواصل بيها معاه. دور العبادة في اتصال روحنا بربنا ان هي عاملة زي تدريب لينا في ان احنا نركز مع ربنا وبس. العبادة هي الخريطة اللي بتخليني اعرف ازاي اعبد ربنا زي ما هو يحب. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعلى قد استجابتنا للعبادة اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بيها، على قد ما ده دليل إن علاقتنا بربنا قوية وإن ربنا سبحانه وتعالى راضي عننا. النفس عاملة زي الحصان اللي محتاج لجام عشان يزبطه. العبادات عاملة زي كده، لازم يكون في حاجة تمسك النفس منها تبعد عن ربنا أو تروح للشهوات أو كده. العبادات دي بتخليني دايماً فاكرة ربنا ودايماً ربنا في قلبي. أحس إن العبادة هدية ربانية من ربنا سبحانه وتعالى. في الدنيا الصعبة اللي احنا عايشين فيها بتهون على الواحد دنيته تماما. دايما بتذكرنا بوجودنا على الارض، اهميته واساسه او اصله من البداية، ان هو احنا على الارض علشان نعبد ربنا. هو الدين الاسلامي اصلا وجد عشان يحسن من اخلاق المجتمع، فهو الواحد كل ما بيعمل عبادات اكتر هي بتحسن من اخلاقه وبترقى بخلقه. يعني هي العبادة معاد دائم ومستمر مع ربنا، بحس فيها تهذيب وإصلاح للنفس. العبادة أساسها بيبقى حب في كل حاجة ربنا أمرنا بيها، إن إحنا لازم ربنا عشان يخلينا نثبت إحنا زي بنحبه فأمرنا بشوية عبادات بسيطة. العبادة بالنسبة لي بحس إن هي يعني بتربيني أكتر وبتغسل قلبي كده وبتنقيه وبتزود صلاتي بالله عز وجل. بتفكرنا أول حاجة إن فيه ربنا على طول، ربنا موجود. كل شعيرة من شعائر ربنا بتفهمنا وبتعلمنا بتربي. بالنسبة للعبادة أنا شايفة أن هي بتخلي الإنسان يفتكر ربنا، لأن الإنسان بطبعه نساي، مع الوقت ما هيش هينسى وهيظلم وهيفتري. فبصراحة أنا شايفة أن العبادة هي الأساس، أن يقول ربنا موجود. أي عبادة هو بيقوم بيها، سواء صلاة والفروض اللي عليه والصوم وكل شيء، بيحس بأكثر أن هو بيطيع ربنا، بيسمع الكلام، بيعمل كل حاجة هو ينفع يحس بيها ان هو ماشي على طريق كويس، ماشي على طريق الله زي ما ربنا بيقول، وعلى يعني وعلى سنة الرسول السلام. مش بس في الإسلام ربنا فرض العبادات الروحانية للحفاظ على روحانيات الإنسان. ده أنا بصيت قبل ما نعمل روح العبادة على الديانات السماوية الأخرى، بل والأفكار الأرضية اللي بيعتقد البعض أنها ديانات أو حتى عادات عايشين عليها. فوجئت إن أغلب العلوم الحديثة النفسية والاجتماعية والديانات مهتمة جداً
بحياة روح الإنسان، لأن هم اكتشفوا في الحضارات القديمة والحديثة إن كده كده نفسك هتكبر، لأن الدنيا بتشجعك على إرضاء احتياجات نفسك، وكده كده عقلك هيتطور، لأنك مش هتنجح في الدنيا إلا لما تطور من أفكارك ومن مبادئك. فكده كده العقل بيكبر والنفس بتكبر، وعشان تحقق الاتزان لازم تحافظ على غذاء وحياة روحك. هضرب لك مثال: البوذية 480 قبل الميلاد، أسسها جوتاما الملقب ببودا يعني العالم، وليه لقب تاني اسمه المعتكف. شوف الأسماء ازاي روحانية. المعتكف البوذية دلوقتي بيعتنقها 360 مليون إنسان في العالم. البوذية أحد أكبر أهدافها الوصول لحالة اسمها النيرفانا. النيرفانا يعني الخلو من المعاناة، ولا يصل الإنسان للنيرفانا الخلو من المعاناة إلا بعد فترات طويلة من التأمل الروحاني العميق الهادف إلى شحن الروح والحفاظ على حياتها للوصول للسعادة والقناعة. على فكرة أنا مش بقول كلام من عندي، أنا مترجم لحضراتكم أصول البوذية في كتب البوذية. واخد بالك؟ عشان تحس بالخلو من المعاناة محتاج تأمل روحاني عميق. أدي البوذية اللي بيعتنقها 360 مليون بني آدم. سنة 1800 ميلادية من أكتر من 200 سنة، المحتل الإنجليزي نقل اليوجا من الهند، واليوجا منشأها الهندوسية في الهند، والهندوسية بيعتنقها 900 مليون بني آدم في العالم. الإنجليز نقلوا اليوجا لأوروبا. اليوجا هي مجموعة من الطقوس المبنية على التأمل الروحاني والتفكر. طب ليه بتعملوا كده؟ قالوا حتى نصل إلى حياة روح مزدهرة دائمة. انت بتعرف اللي بيقعدوا يعملوا يوجا ويتأمل على البحر وحاجات، معنى كل ده ليه؟ للحفاظ على ازدهار روحه باستمرار. أنا عمال أكرر نفس الكلمة: حياة الروح، ازدهار الروح، اليوجا، البوذية أو البوذية. مش بس كده، أقولك على حاجة كمان. في علم دلوقتي مشهور قوي شباب كتير يعرفوه، اسمه علم الريكي، علم الطاقة الروحية أو الطاقة الحيوية. علم الطاقة الروحانية الريكي تأسس سنة 1900 أو بدأ 1922، أسسه واحد اسمه ميكاو أوسوي. إيه حكاية العلم ده؟ العلم ده خلاصته هو مجموعة من الترانيم، زي الأذكار عندنا، من الترانيم والصلوات والتأملات المديتيشن للحفاظ على طاقة وشحن الروح. عمال بيغذي في الروح، علم الطاقة للحفاظ على الروح. أدي علم الطاقة اللي بقى دلوقتي أغلب بلاد العالم ناس كتير بتتعلم موضوع الطاقة ده، وأدي البوذية المنتشرة جدا، وأدي اليوجا. وشوف في إسلامنا لما رب العالمين يتكلم سبحانه وتعالى إنه طلب من الإنسان إنه يذكره كتير عشان يحافظ على وصلة الروح بخالقها. فقال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. تستقر، توصل للرضا والقناعة بذكر الله بالروحانيات. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. شكر ربنا في نوعية معينة من الناس روحهم متعلقة وماسكة في ربنا سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أول مسيرة ربنا بتتقال بيحصل له حالة من الاتصال الروحاني، هو أصلا دايما متصل بربنا سبحانه وتعالى، فيحصل له في القلب كده سكينة. وجلت قلوبهم. بسم الله الرحمن الرحيم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يا جماعة، الشرائع السماوية والأفكار الأرضية بتقولك حافظ على روحك، مش بس الشرائع والأفكار. أنا قلت أبص بصة كده سريعة على الكتاب المؤثرين في حياة الناس دلوقتي واللي بيشكلوا الأفكار دلوقتي. لو تسمع عن واحد اسمه باولو كويلهو. باولو كويلهو ده أديب برازيلي مشهور جدا، ليه صفحة على الفيسبوك لازم تخش وتسمع وتقرأ بيقول إيه. باولو كويلهو عنده كتاب مشهور جدا اسمه الكيميائي. لما بصيت كده بقرأ في السي في بتاعه: أنت بتعرف نفسك يا باولو كويلهو للناس إزاي؟ قال لك: ده كاتب وأديب برازيلي، كتاباته تعتمد على المعاني الروحانية السهلة التطبيق، كأنه بيمدح في نفسه وبيمدحه أنه قدر يبسط المعاني الروحانية عشان نطبق المعاني دي في حياتنا. أدي باولو كويلهو. ستيفن كوفي، ناس كتير من حضراتكم بتقرأ كتاب العادات السبعة والعادة الثامنة وكتب كتير اشتهرت جدا في السنين اللي فات، وهو مات قريب. ستيفن كوفي أخذ ماجستير في إدارة الأعمال
وبعدين عمل حاجة غريبة جدا وأنا بقرأ برضو في قصته أو سيرته، أخذ دكتوراه في التعليم الدينية، ولما تيجي تقرأ في كتاباته تحس بالمسحة اللي بيسموها الغرب spiritual، يعني روحانية جدا في كلامه. فأدي كوفي المشهور عنده دكتوراه في التعليم الدينية، وأدي باولو كويلهو أصلا تعريفه لنفسه أنه بيقدم مادة روحانية سهلة التطبيق. روبن شارما، يمكن كتير من حضراتكم اللي بيقرأ في التنمية الذاتية، روبن شارما ده من أشهر اللايف كوتشز اللي في العالم، مدربين الحياة، وده علم بدأ ينتشر كتير في لايف كوتشز كتير في مصر، يمكن عارفين هم روبن شارما كويس. روبن شارما ألف تقريبا ما يقرب من 11 كتاب، لما تبص وأنا قرأت له أكتر في أكتر من كتاب من كتبه هتلاقي بين كل معنى عقلاني معنى روحاني. تكلم عن سمو الإنسان وإزاي الإنسان يبقى بيحب الخير ويبقى نافع ويبقى موصول بالمصدر، هما بيسموه بره حسب ديانات كل واحدة بيسموه المصدر. من المصدر؟ مصدر كل خير. إحنا عندنا كل خير جاي من رب العالمين، ومصدر كل خير جاي من عطاء ربنا سبحانه وتعالى. فإحنا عندنا ربنا، صلة أرواحنا برب العالمين سبحانه وتعالى. وكان النبي عليه الصلاة والسلام للحفاظ على حياة الروح كان يذكر الله على كل حال. كان دايما تلاقي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ذاكر. عشان كده في ديننا الإسلام ربنا فرض علينا عبادات روحانية، الهدف الكبير منها حفاظ من رب العالمين علينا على الوصل الدائم مع ربنا مصدر كل خير في حياتنا سبحانه وتعالى. العبادات الروحانية دي لازم نحافظ على حياتها. إحنا جايين السنة دي على طريق الله عشان نحيي روح العبادة. روح العبادة يا شباب كورس فقهي روحاني، الهدف الكبير منه إن إحنا ندوق طعم العبادة، نتعلم إزاي نستمتع بعبادتنا لربنا سبحانه وتعالى. بعد كل حلقة هنتكلم على عبادة من العبادات. أملي يا رب إن كل واحد بيتفرج عليه يطلع فاهم متعلم مستمتع بعبادته لربنا، وهو ده الهدف من روح العبادة. صلوا على النبي، نشوفكم بعد الفصل إن شاء الله. لما ربنا أمرنا سبحانه وتعالى بالعبادة إحنا انقسمنا لثلاث فئات في استقبالنا الأمر ربنا سبحانه وتعالى لما قال اعبدوا ربكم. ناس مننا غيبوا العبادة عن المعبود، وناس مننا غيبوا المعبود عن العبادة، وناس مننا حضروا في العبادة مع المعبود سبحانه وتعالى. ناس مننا غيبوا العبادة عن المعبود، ربنا قال اعبدوني، صلوا، صوموا، اقرأوا قرآن، زكوا من مالكم، روحوا اعملوا عمرة وحجوا. فناس ما عملتش الكلام ده، كسلوا، رفضوا، حصل تأخير، فغيبوا العبادة، ما عبدوش ربنا سبحانه وتعالى، مش بيفتح المصحف ومش بيصلي، ونادرا ما بتلاقيه متوضي. غيبوا العبادة عن المعبود. وناس مننا غيبوا المعبود عن العبادة. في عبادة لكن شكل ظاهر، ربنا مش فيها، مش حاسس بربنا، مش مستحضر لربنا سبحانه وتعالى، فغيبوا المعبود عن العبادة. فهي ايه؟ أيامه بتعدي وعاداته بتتعمل. أما الصنف الثالث اللي بنحلم نكون زيهم، هم قوم حضروا في العبادة مع المعبود، كان عندهم حضور مع الله فاستمتعوا وداقوا طعم العبادة. على فكرة ده هدف برنامجنا، إن إحنا نتعلم نعبد ربنا إزاي وندوق دوق طعم العبادة، وده السلوجن بتاعنا، روح العبادة دوق طعم العبادة. وعايز أقول لكم على حاجة كمان مهمة جدا، إحنا عندنا إشكاليات يا جماعة في عبادتنا لربنا، في العبادات اللي ربنا فرضها علينا، إشكالية عملية وعندنا إشكالية فكرية وعندنا إشكالية في حالنا. إشكالية العملية إن كتير مننا ممكن يكون سنه مش صغير، عشرينات وتلاتينات وخمسينات كمان، وممكن يكون حاسس إن عنده أخطاء في صلواته، صلي في مسجد يلاقي ناس بتصلي بأشكال مختلفة، واحد يقول له أنت بتتوضى غلط، على فكرة أنت كده فطرت، أنت كده صيامك باطل، أو أنت كده بتطوف غلط وأنت بتطوف. هو محتاج أنه يتعلم ويتأكد ويفهم كويس اللي موجود في التشريع الإسلامي لكيفية العبادة، عشان ما نختلفش وما نتخانقش مع بعض وإحنا بنصلي مع بعض، أو وإحنا بنتوضى، أو وإحنا بنتناقش في حاجة في الصيام، أو حتى في زكاة المال بتاعتنا، أو في قراءة القرآن. الإشكاليات الفقهية في المعلومات دي إشكالية موجودة عندنا. عندنا إشكالية فكرية كمان، عندنا شباب كتير ممكن يكون بيتساءل ليه ربنا فرض العبادة بالطريقة دي، وليه لازم أركع بالطريقة دي وأحط دماغي في الأرض وأسجد، وليه الوضوء بالكيفية دي،
مع اني ساعات بنقض، ولما بنقض وضوئي بنقضه باعضاء ما بغسلهاش وانا بتوضى. نقض الوضوء ملوش دعوه بالاشياء اللي بتتغسل. ليه ربنا يعني هو ربنا تفرق معاه لما اقعد اعمل الحركات دي؟ فبيبقى في اشكاليه فكريه، ايه الحكمه من الشكل ده في العباده؟ وعندنا اشكاليه اكبر، اشكاليه قلبيه روحانيه. انا مش حاسس، انا بقرا وانا مش حاسس، انا بصلي وانا مش حاسس، انا بصوم والصيام تقيل على قلبي، انا بتوضى وانا حاسس ان انا اكني بغسل وشي وايديا كده، ما فيش اي مشاعر زي اللي بنقراها عن الصالحين زمان، هم عندهم خشوع في الاعمال دي. فصارت العباده تقيله، فمنا اللي بيعملها كده وخلاص زي العاده، ومنا اللي سابها بعد ما مل منها لانه مش حاسس. فاحنا جايين السنه دي على طريق الله عشان نحيي روح العباده. هنعمل ايه؟ عندنا منهجيه في البرنامج، هنعمل ثلاث حاجات مع بعض في كل حلقه، وانا املي في ربنا كبير ان كلنا نتعلم ونستمتع وندوق طعم العباده. هنتكلم عن كل عباده ربنا فرضها، وهنتناول فيها ثلاث حاجات. اولا الكيف، هشرح لكم باذن الله كل تفصيله من تفصيلات العباده بالفقه ازاي تعملها، ولو في حاجه فيها خلاف بين الائمه هقول لك الائمه قالوا فيها ايه، بحيث لما تشوف حد مختلف عنك تبقى عارف ان ده ممكن يكون بيعمل بقول امام من الائمه، فما نتخانقش مع بعض وما تتخضش وانا غلط ولا ايه. فاشرح لكم باذن الله على قد ما اقدر تفاصيل كل العبادات اللي ربنا فرضها واشكال عملها ازاي وخلافات الفقهاء فيها، بحيث تطلع وانت متعلم الكيفيه. يبقى اول حاجه الكيفيه، اتنين الحكمه، على قد ما اقدر وعلى قد ما العلماء فصلوا هقول لكم حكمه كل تصرف، ليه الوضوء بالشكل ده، ليه الركوع بالشكل ده، ليه القيام بالشكل ده، ليه السجود بالشكل ده، ليه الطواف بالشكل ده، ليه لازم اقرا قران بالشكل ده، حكمه ربنا من تشريعه لكل عباده عشان تفهم. يبقى انت كده اتعلمت وفهمت، ناقص تحس. وهتكلم مع حضراتكم عن الحال، الكيفيه، الحكمه، الحال، المشاعر. المشاعر اللي أوصى بيها العلماء وأوصى بيها ربنا وأوصى بيها النبي صلى الله عليه وسلم، اللي تكون في قلبك وانت بتعبد ربنا عشان تستمتع بالتواصل بالوصل مع حبيبك رب العالمين، وتطلع من كل عبادة وانت حاسس بالارتقاء وحاسس ان انت نفسك ما تسيبش العبادة دي، مش حاسس انها تقيلة على قلبك وتنبسط ان الإمام خلص أو خلصت اللي مطلوب منك. وانا أملي في ربنا، ويا رب كل شوية بفكر نفسي أملي في ربنا ان انا ادي لحضراتكم بعد ما ينتهي روح العباده البرنامج ده كله شباب فاهم، عارف يعبد ربنا ازاي، متعلم، عنده مشاعر جميله ضايقها بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، فتبقى العبادات خطوات على ربنا مش شيء تقيل على القلب. واحد يقول لي هو انت عايز تصنع مننا مثلا طلبه علم او مشايخ؟ اقول لك لا، انا مش هتكلم مع حضراتكم في علوم تصنع علماء او دعاء، يا رب يطلع يا رب دعاء وعلماء، بس مش ده الغرض. هتكلم معاكم يا جماعة في العبادات اليومية الفريضة اللي علينا. جماعة احنا عندنا في ديننا في حاجة اسمها فرض عين. فرض عين يعني يتعين لازم على كل إنسان إنه يعمله. وفروض العين دي المفروض الإنسان يكون متعلمها، لأن مفيش عذر بالجهل فيها. فعش أروح عند ربنا يوم القيامة أقول له أنا ما كنتش بعرف أصلي أو كنت بصلي غلط. فعش أكون بتوضى طول عمري وضوء باطل، يعني من جهة الفقه ما ينفعش، ولا اصل انا ما حدش علمني، ما ينفعش. ده في الشريعه في كتب الفقه بيسموها ما لا يسع المسلم جهله، يعني مش مسموح لنا لو انا عالم كبير او انسان بسيط، مش مسموح لي ان انا ما اعرفش المعلومات دي. في معلومات هي مش كتيره لكنها فريضه على كل انسان يتعلمها في كيفيه العبادات زي صلواته وزي وضوءه وزي فرائض الاسلام الخمسه. فانا جاي السنه دي في روح العباده علشان نتعلم مع بعض الحاجات اللي ما ينفعش نجهلها يا جماعة. حاجة تانية كمان مهمة جدا يا جماعة، مهم حضراتكم تبقوا عارفين ان كل حركة من الحركات اللي ربنا فرضها علينا في العبادات ليها تأثير في القلب. يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى مش بيشرع حاجة عبثية، يعني انا ممكن وانا قاعد اعمل حركة تيجي تقولي تقصد ايه، اقول لك مش قاصد، انا انسان ناقص. لكن مش ممكن ربنا يكون امر بامر معين او هيئة معينة في العبادة إلا وحركة الجسم ليها أثر في القلب، بل وليها أثر على الأفكار كمان. عشان كده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وعلى فكرة الحديث ده هو اللي نشأ منه الفقه،
ان احنا لازم نتعلم زي ما النبي كان بيعمل الكيفية. ولما كان بيحج قال خذوا عني مناسككم، يعني لما تحبوا تعبدوا ربنا شوفوني انا بعمل ايه واعملوا زي، لان النبي عمل الحركات اللي ربنا اوحى بيها للنبي، الحركات اللي بتأثر في القلب وتخلي القلب متعلق بربنا سبحانه وتعالى. ومن هنا على فكرة نشأ علم الفقه، ومن هنا نشأ كيفية اللي هنتعلمها. هنتعلم الكيفية ازاي نعبد ربنا، والحكمة ليه بنعمل كده، والحال مشاعرنا ايه تجاه رب العالمين عشان نحيي روح العبادة. الواقف بيني وبين استمتاع بالعبادة ان انا انشغالي بامور الدنيا شوية ممكن يكون بيأثر في 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 في, في علاقتي بربنا، في ربطي بال 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 بالصلاة او كده، ان انا بنشغل كتير في الصلاة. نفسي قوي علاقتي بربنا او الحاجه اللي تزيد يعني في صلتي بربنا، انا حاسه ان انا وانا واقفه بصلي معاه انا معاه بس، انا مش حاسه باي حاجه حواليا. هو الاستمتاع بالعباده بيجي لما الواحد بتقيه، فالواقف بيني وبين العباده ساعات ذنوب او ساعات انا مش مركزه قوي مع ربنا. الدنيا وحب الدنيا والفتن اللي في الدنيا، بس يعني دي اكتر حاجه ممكن تكون واقفه بيننا وبين ربنا. هو ضعف النفوس يعني، حب الدنيا. الذنوب بتخلي فيه حاجب كده، يعني مهما وقفتي ما انتيش حاسه، انتيش عارفه. ساعات باخد العباده انها امر مش ان هو حاجه بسيطه انا بثبت بيها حبي لربنا. اني اسوف العباده، اني هقولها مثلا هعمل عباده بعد شويه، اني هصلي بعد شويه، ده بحس انه اكتر حاجه منعاني عن الاستمتاع بالعباده. السرعه احيانا الصلاه مثلا، واحد في وسط اليوم وفي الزحمه وكده بيعمل يؤدي الصلاه بسرعه جدا، ده بيخليهوش يعمل الموضوع بشكل روحاني كبير، وده غلط. فهي السرعه الرتابه، ان الحاجه تتحول من عباده لعاده، ان انا بعملها عشان لازم اعملها مش عشان خاطر انا حابه ان انا اعملها. الواقف بيني وبين الاستمتاع بين اي عباده هو الالتزام بمواعيدها، التركيز فيها والخشوع، اما ان انا اكون مثلا جاهله في حاجات ما اعرفهاش او ان انا كسوله شويه. الحقيقه ممكن تكون حاجتين، اول حاجه النفس، النفس بقى تبتدي يعني تخلي الانسان يتكاسل عن العباده، وممكن هدف العباده نفسه يغيب عن الانسان فده يؤدي للتكاسل. الواقف بيني وبين الاستمتاع باي عباده نفسي الاماره بالسوء وسيئاتي والشهوات اللي مش بقدر اتحكم فيها كويس. ساعات الواحد كتير وقت العباده بيحس بالشغال، الخوف من بكره، بيقعد يفكر في حاجات كتير جدا في اليوم، بيبقى دفعه بيكون صعب جدا الواحد يركز في العباده فيه، بس الواحد لازم يجهد نفسه. بص يا جماعه، مهم جدا ان احنا نتعلم. كتير من الشباب ما بيستحملش انه يتعلم، يحب يسمع دايما مواضيع عن مشاكل الشباب والحب والخروجات، دي مهمه جدا، لكن مهم جدا انت كمان تتعلم دينك وتبقى فاهم. واي واحد يا جماعه مش متعلم اكنه مش عارف يسوق، مش عارف يسوق حياته مع ربنا سبحانه وتعالى. ممكن اي حد يجي يسوقه، واحنا شفنا بسبب قله العلم ناس تسيبت جدا وناس تشددت جدا. دايما قلة المعلومات بتخلي الإنسان مش عارف يمشي على طريقه أي طريق. عشان كده لازم تصبر على التعلم، لازم تسمعني كويس. والشباب اللي ممكن يقول أنا مش محتاج أتعلم الحاجات دي دلوقتي أنا لسه صغير، لأ، في قاعدة كبيرة يا جماعة احفظوها، تعلم العلم فإنك لا تدري متى تحتاج إليه. أنت متعرفش المعلومات اللي ممكن تسمعها دي ممكن تحتاج لها إمتى، فتعلمها كويس. وأنا عايزكم تسمعوني يا جماعة بقلبكم، اللي احنا هنتكلم فيه ده ليه تاريخ كبير قوي من ايام النبي صلى الله عليه وسلم. مراحل الفقه والعباده مرت باربع مراحل كبيره جدا. المرحله الاولى مرحله التشريع، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم عايش في وسط الصحابه من اول ما النبي بعث لغايه سنه 11 هجريا وقت وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، كانت الايات والاحاديث بتنزل على سيدنا محمد، فكانوا بيتعلموا العباده من النبي بثلاث طرق. اما النبي يعمل عباده فيتعلموها منه، صلوا كما رايتموني اصلي، أو تحصل مشكلة أو حدث الناس ما تعرفش تتصرف إزاي فينزل قرآن يوجههم، زي التيمم لما ما يكونش فيه مية، الصحابة ما لقوش مية، طب هنعمل إيه مش هنصلي، نزلت آيات بتتكلم عن التيمم. وتعلموا كمان العبادات من بعض الأسئلة، يعني كانوا يسألوا النبي نعمل الموضوع ده إزاي فيعلمهم النبي، باب اسمه يسألونك، فتعلموا في حياة النبي إما بفعل النبي أو بمشاكل تحصل فينزل قرآن يحلها، أو يسألوا النبي مباشرة صلى الله عليه وسلم. فتعلموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم التشريع، تعلموا العبادة بالثلاث طرق دول. يبقى العصر الأول لغاية سنة 11 هجريا إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عصر التشريع، ثم من 11 ل 40 عصر كبار الصحابة والخلفاء الراشدين،
ثم من 40 هجريا لغاية 100 هجريا عصر الصحابة وكبار التابعين، ثم من بعد سنة 100 هجريا بدأت المذاهب الفقهية تنتشر في البلاد. مذاهب فقهية كتير، أشهرهم أربعة. مذهب الإمام أبو حنيفة، الإمام أبو حنيفة اتولد سنة 80 هجريا، ثم الإمام مالك سنة 93 هجريا اتولد، ثم الإمام الشافعي اتولد سنة 150 هجريا، ثم 164 هجريا اتولد الإمام أحمد ابن حنبل. ليه بقول لكم المعلومات دي؟ لأن عند المذاهب الأربعة نبدأ نشرح بقى، نشرح أقوال الأئمة في العبادات، الكيفية اللي اتفقنا عليها، قالوا إيه في كيفيات العبادات اللي هنتكلم مع حضراتكم فيها في روح العبادة. ولما نشأت المذاهب الفقهية المتعددة نشأ معهم شيء جميل إحنا ساعات بنخليه مش جميل. الشيء الجميل ده هو الخلاف. بدأ يحصل خلاف في الآراء، لكن العلماء زمان والعلماء دلوقتي لما بيشوفوا الاختلافات بين الأئمة بيقبلوها. وكان عندهم قاعدة جميلة بتقول لا إنكار في مسائل الاختلاف، لما يكون في آراء مختلفة للأئمة في فعل واحد ما ننكرش، لأن دي أقوال أئمة كبار عندهم أدلتهم وفاهمين شرع ربنا سبحانه وتعالى. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية ليه كلمة لازم تحفظها، بيقول إجماعهم حجة قاطعة، لو اجتمعوا على حاجة تبقى حجة قاطعة، لازم كلنا نعمل بالإجماع ده لو اتفقوا على شيء. إجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. لما يختلفوا مع بعض ده رحمة. طب ليه الاختلاف رحمة؟ لأن يا جماعة ما فيش دين بعد دين الإسلام، والإسلام بينتشر في كل دول العالم، وبتحصل مواقف مختلفة في عصور مختلفة لناس ظروفها مختلفة، فلازم الشريعة، لأن ما فيش شريعة تانية جاية تعدل عليها، لازم الشريعة يكون فيها مرونة تقبل الظروف المختلفة والأحوال المختلفة والسنين المختلفة، ففي آراء مختلفة عشان اختلاف الناس عبر العصور واختلاف الظروف. فده رحمة عشان الإسلام يساع الكل. إحنا لما بنضيق الرحمة دي لما بننكر على بعض. النبي ما كانش بيعمل كده صلى الله عليه وسلم، في اتنين ما لقوش مية أيام النبي صلى الله عليه وسلم، فتيمموا لأن ما فيش مية للوضوء وصلوا، بعد الصلاة لقوا المية، واحد منهم اتوضى وعاد الصلاة والتاني ما عادش الصلاة، أنا خلاص صليت، وراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي شاف الاتنين حكوله، أم قايل للاتنين، واحد صلى واحد ما صلاش، واحد يمين واحد شمال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للي ما عادش صلاته خلاص صلى مرة واحدة، أما أنت فقد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، أنت تمام كده. وقال للي عاد الصلاة وتوضى تاني، قال وأما أنت فأجرت مرتين، عشان صليت مرتين. ويقبل النبي الاتنين رغم أنهم عملوا عملين مختلفين، لكن يقر بصحة الاتنين صلى الله عليه وسلم، عشان يعلمنا أن الاختلاف رحمة واسعة. يلا صلوا على سيد المحبين والمحبوبين، شوفكم بعد الفصل إن شاء الله. يبقى أدرك البشر إنهم لازم يحافظوا على حياة الروح، لأن كده كده الدنيا هتزقك إنك أنت تلبي متطلبات نفسك، والنجاح اللي بتدور عليه هيشجعك إنك تنمي من عقلك، وما بين العقل والنفس لازم نحافظ على الاتزان بالحفاظ على حياة الروح. الأديان السماوية قالت كده، الأفكار الأرضية اللي بنيت عليها الحضارات قالت كده، حتى الكتب الحديثة في العلوم البشرية والعلوم النفسية والعلوم الاجتماعية بتقول حافظ على روحك دايما حية. عشان كده ربنا فرض علينا العبادات الروحانية، لكن عندنا إشكاليات في العبادات دي، احنا محتاجين نتعلم نعملها ازاي عشان ما نختلفش وما نغلطش ونبقى الواحد حاسس انه بيعبد ربنا غلط، فنتعلم الكيفية. ومحتاجين كمان نتعلم الحكمة، ليه ربنا شرع العبادة بالطريقة دي؟ عشان ابقى بعبد وانا فاهم انا ليه بعمل الحركات دي. تعلمت الكيفية وتعلمت الحكمة يبقى الحال. محتاجين نتعلم مع بعض ونحيي مع بعض الحال، المشاعر اللي بدخل بيها على ربنا، بقرا بيها قرآن، بتوضى بيها، بغتسل بيها، بصلي بيها، بصوم بيها. مشاعر ربنا ما يحبش فقط جسد أجوف، يحب قلب موصول بربنا سبحانه وتعالى. واتكلمت مع حضراتكم إن احنا نتكلم على الخلافات الفقهية والآراء الفقهية في كل عبادة عشان نطمن، لو عملنا حاجة وشفنا حد بيعمل حاجة مختلف عننا يبقى عندي رؤية وبصيرة. وانا عندي أمل، أمل إن احنا نوصل للنبي عليه الصلاة والسلام، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال إذا أحب الله عبدا جعل له واعظا من نفسه. شوف الكلمة عاملة إزاي، لو ربنا حد حب حد يخلي ضميره شيخه، يخلي قلبه شيخه،
يخلي عندك دايما ناصح جواك، بيسموه في البيزنس سيلف موتيفيشن، دايما انا من جوايا في حد ده جوايا عمال بيحفزني ويشجعني، مش محتاج من بره دايما، انا من جوايا بزود نفسي. اذا احب الله عبدا جعل له واعظا من نفسه. بس اسمعني، ثم قال صلى الله عليه وسلم، لما قال الكلام ده واحد قال له يا رسول الله زدني، طب قول لي حاجه لما اعملها يبقى جوايا واعظ من نفسي، زدني يا رسول الله. قال: ليس شيء احب الى الله من اداء الفرائض بمسارعه القلب والجوارح. يا عبد الله اللي بتسمع، لو عايز يبقى عندك واعظ من نفسك وضميرك دايما حي وروحك دايما موصوله بالله، اجري على العبادات بمسارعه القلب والجوارح. اتعلم الكيفيه والحكمة والحال والمشاعر، ساعتها هيتكون جواك ضمير حي يقولك إيه الصح وإيه الغلط، نفسك مستقرة ومطمئنة. هنا في حاجة مهمة جدا، أنت عارف ده يفسر لك إيه؟ يفسر لك ليه ربنا فرض علينا العبادات دي، ليه الصلاة فريضة، ليه الصيام فريضة. تعرف ليه؟ عشان ربنا يساعدك أنك تعرف أنك لازم تتواصل معاه، أن روحك هتدبل وتموت لو مش موصولة بمصدر كل خير في حياتنا وسر كل خير في حياتنا ربنا سبحانه وتعالى. واحد يجي، أنا سألت نفسي، واحد يجي يسألني يقول طب أنت كده تبدأ تفتي بقى وتقدم فتاوى في الدين وتغير الدعوة لأن أنت تبقى أصبحت قاعد على كرسي الإفتاء؟ أقول لك لا، أنا دايما حريص في أغلب البرامج وأغلب الأماكن اللي بطلع فيها أني أقول للناس محدش يسألني أسئلة فقهية فيها إفتاء. أمال إيه اللي إحنا هنقدمه ده يا جماعة؟ يا جماعة في فرق ما بين الأحكام الشرعية والفتاوى. لما أقول لحضرتك تصلي إزاي وتسجد للسهو إمتى وإيه الحاجات اللي تبطل صلاتك وإيه نواقض الوضوء وتتوضى إزاي وإيه الحاجات اللي توجب الغسل وتغتسل إزاي، دي مش فتاوى يا جماعة، دي اسمها أحكام. واجب علينا كلنا كمسلمين ننقل الأحكام دي، أنت كده بتحافظ على علم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما يحصل شيء طارئ وشيء مختلف عن الأحكام اللي موجودة، تحتاج عالم يفسر المشكلة دي ويحل المشكلة دي، اسمها الفتوى. لما الحكم يتغير بسبب تغير الأحداث، يا جماعة حد يفتينا في المشكلة دي، بندور في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مش قادرين نطلع الحكم، عايزين مفتي. لكن الأحكام دي اللي بننقلها لبعض دلوقتي، أي حد فينا يقدر أن ينقلها لو كان بيحاول يطلب العلم. وأنا بحاول أكون مع طلبة العلم، بحاول أتعلم، ونفسي ان انا لو اتعلمت حاجه في يوم من الايام على ايد مشايخنا انقلها لحضراتكم. وانا حضرت البرنامج ده مع الحمد لله رب العالمين علماء الازهر واجازوني ان انا انقل لحضراتكم المعلومات دي. ولو طلع عند حضراتكم بعد ما اتكلم مع حضراتكم بعض الاسئله والفتاوى، هاخدها وانقلها للعلماء وبعدين اجيب لكم الردود، بحيث ان احنا بعد شويه كده بعد كذا حلقة يحصل عندك استقرار في المعلومات من حيث الكيفية، استقرار في المعاني من حيث الإحساس بجمال والذوء طعم العبادة. ما تنساش السلوجن بتاع برنامجنا هو اسمه روح العبادة، ذوء طعم العبادة. وأنا هنا يعني حابب أن أنا أشجع نفسي وأشجع حضرتكم. اللي احنا هنعمله في البرنامج ده يا جماعه اسمه طلب العلم، والنبي كما في سنن ابن ماجه بيقول طلب العلم فريضه على كل مسلم صلى الله عليه وسلم. العلم اللي يعرفك على ربنا ويخليك تعرف اساسيات عباده ربنا ده فريضه عليك. احنا مش بنعمل حاجه رفاهيه يا جماعه طلبه العلم واللي عايزين يكونوا دعاه اللي يسمعونا، بكلم كل شاب وبنت دلوقتي حالا ربنا مكلفه انه يعبده وبيعبد ربنا غلط أو بيعبد ربنا صح. خليني أفكرك بالمعلومات الصح اللي انت تعرفها وارتبها لك شوية، واللي ما يعرفش لازم يتعلم، لأن لا عذر بالجهل في العبادات اللي هنتكلم عليها. والعلم يستاهل يا جماعة، العلم يستاهل. سيدنا أبو الدرداء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وانتشار الصحابة في البلاد، راح وعاش في دمشق، فواحد من الناس عرف أن أبو الدرداء عنده بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عايش في المدينة. الشخص ده سافر من المدينة لدمشق وقال له: يا أبا الدرداء، جئتك لأني أعلم أنك تعلم أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فكأن سيدنا أبو الدرداء أعجب بالشخص ده. أنت جاي من المدينة لدمشق في سوريا عشان تسمع بعض أحاديث النبي؟ فقال له سيدنا أبو الدرداء: يا أخي، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله له به طريقا إلى الجنة. عارف معنى الكلام ده إيه؟ لما تفتح وتتفرج على برنامج فيه معلومات، ربنا بسبب اللي انت بتعمله ده بتسلك طريق العلم، ربنا بيفتح لك بيسلك بيك طرق الجنة. بعد كل حلقة ربنا هينور لك بصيرتك لو دي نيتك: أنا عايز أعرفك يا رب، عايز أتعلم ديني اللي أنت نزلته لي وكرمتني وخلتني مسلم. من سلك طريقا يلتمس به علما سلك الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم لكرامة ما يصنع، وإن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في الماء ليصلون على معلم الناس الخير. لما تتعلم ونفسك توصل المعلومات دي، ربنا والملائكة وكل أهل السماء وكل أهل الأرض حتى النملة في الجحر والسمك في المية بيدعو لك، ربنا بيصلي عليك، يعني بيغفر لك ويرحمك، وصلاة المخلوقات دعوة ليك إن ربنا يسامحك ويرفع مقامك. ثم قال أبو الدرداء وقال صلى الله عليه وسلم، خد بالك أبو الدرداء بيشجع الراجل اللي جاي يتعلم، وأنا بنقل الكلام ده عن أبو الدرداء اللي نقله عن النبي عشان أشجع نفسي وأشجع حضراتكم تتعلموا. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. استنى، فضل الشخص اللي بيعبد ربنا بعلم على اللي بيعبد من غير علم زي فضل القمر المنور اللي بينور الدنيا على الكواكب اللي نورها مش باين. انت مدرك انت لما تتعلم انت رايح فين؟ كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. ثم قال: وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم. انت عارف احنا في روح العبادة جايين نعمل ايه؟ جايين نورث النبي صلى الله عليه وسلم، جايين ناخد ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. ازاي كان بيعبد ربنا؟ ليه كان بيعبد ربنا؟ المشاعر اللي كان بيعبد بيها ربنا، كيف؟ حكمة، حال النبي. جايين نورث حال النبي على قد ما نقدر صلى الله عليه وسلم. ان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما انما ورثوا العلم، فمن اخذ به أخذ بحظ وافر. وتعالوا مع بعض يا جماعة نسمع إنسان تعلق بالعبادة، تعلق بالروحانيات، نقلته العبادات الروحانية من الظلمات إلى النور، بدأ يحس بربنا، بدأ يحس بالسعادة، بدأ يحصل له اتزان ما بين روحه المتغذية الحية ومتطلبات نفسه وعقله اللي دايما عايز يطور فيه. لما اتزن اطمئن فكان النفس المطمئنة. تعالوا ناخد من حاله ونتعلم ونمشي على طريق الله بنحيي روح العبادة. تفضلوا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. السلام عليكم. My name is Hanif Abdul Ali. My life prior to Islam was one of search. I mean, I was born in a Christian family, so my introduction to God and my initial understanding was based on that belief system. However, I reached a point in my life where, to me, I didn't find satisfaction with that. I began to question some things which didn't make sense to me, and this led to me actually questioning whether or not God existed. Now, what Islam did for me was it brought me back to the realization that God must exist by answering a simple question that I didn't find in my previous religion, and that was, why was I created? Right? The one thing that I found in the Quran that I just don't find in other revealed scripture or in any belief system is the answer to this question. And it was this verse in the Quran which says that I did not create man and jinn except to worship me. And from this point, I realized that I'm created here to be a servant for the one who created me and everything around me.
the person is going to succeed, he has to have help from Allah, the creator, the one who knows everything. So I believe that Allah, he gave us these worships, these rituals, like prayer, fasting, and things like that, in order to constantly remind us of why we are here and what it is that we're trying to do. When you look at fasting, I see fasting as something that teaches us the self-control that's needed in order to live a healthy life as a worshiper. Like a worshiper has to be someone who puts aside his desires, his wants, for what God, Allah wants and requires from him. Of all the worships that we, or all the rituals that we partake in, besides the Hajj, which I had the pleasure of making in 2010, that was a beautiful experience. But since that isn't something I can do regularly, I would say of the rituals that I do regularly, I would prefer the prayer, because it's in the prayer that I find that moment of peace and solitude, focusing on my conversation with my Lord, and also knowing that he hears me and he answers the prayers. There's a type of peace and tranquility that comes over me in the prayer that I can't find in any other act of worship. So I would say the prayer. The only thing I can say is I think I would be a very confused person if I did not have particular acts of worship in my life. Allahu Akbar. شايف الجمال يا رب، متعنا بيك في العبادة يا رب، يا رب ندوق طعم العبادة يا رب، وده هدفنا في روح العبادة، الكيفية، الحكمة، الحال والمشاعر، عايزين ندوق طعم العبادة. سيدنا معاذ بن جبل بيشجعنا إن احنا نتعلم، فبيقول تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، ثم قال والبحث عنه جهاد. تعلم العلم، طلب العلم ده عبادة، وتعلم العلم ده خشية لربنا سبحانه وتعالى، ومذاكرة العلم واحنا بنسمع مع بعض ازاي نعبد ربنا ده تسبيح، والبحث عنه ده جهاد في سبيل الله. تعالوا نتعلم، تعالوا نزود همتنا في التعلم. سيدنا جابر بن عبد الله سمع ان في حديث ما يعرفوش عن النبي. جابر ده صحابي عاش مع النبي سنين في المدينه، سمع ان في صحابي اسمه عبد الله بن انيس عنده حديث جابر ما يعرفوش. ساكن فين يا ابن انيس؟ ساكن في الشام. وانت فين يا جابر؟ في المدينه. جابر بن عبد الله الانصاري قال فاشتريت جمل مخصوص يقدر يسافر الشام، وركبت عليه شهر، ورحت خبطت على باب هذا الصحابي. مخبط عليه فتح له حاجه زي بواب او حاجه زي كده، قال له قل له جابر بن عبد الله. فدخل الحارس قال له جابر بن عبد الله. فعبد الله بن انيس جابر صاحبي تربى معايا مع النبي، جري بسرعه وحضنه، قال له يا جابر انت ايه اللي جابك من المدينه وانا عايش في الشام؟ الصحابه بقى تفرقوا في الفتوحات. قال له انا سمعت ان في حديث عن النبي انت تعرفه، فكان لازم اجي اتعلم. قال له فخشيت ان اموت او تموت قبل ان اسمعه منك، حدثني عن رسول الله. فبدأ سيدنا ابن أنيس يحدثه عن الحديث اللي جابر ما يعرفوش. مش موضوعنا الحديث، موضوعنا الرحلة، إنه سافر شهر رايح وشهر جاي عشان يسمع كلمة من علم النبي صلى الله عليه وسلم. بصوا يا جماعة، بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كده، أنا حلمي في البرنامج ده إن احنا ندوق طعم العبادة. مش هسيبكم بإذن الله في كل حلقة إلى لما نتعلم مع بعض إزاي العبادة دي تتعمل، وليه ربنا شرعها بالطريقة دي، والمشاعر الجميلة اللي المفروض تبقى مالية قلوبنا عشان ندوق طعم العبادة. أنا أملي إن إحنا نحيي روح عبادات ضعفت واتطفت فبقت تقيلة قوي على قلوبنا، فإما سبناها خالص أو عملناها وهي تقيلة جدا. أنا أملي في ربنا إن ربنا يساعدني إني أنقل أحوال السلف لقلوبنا، إزاي كانوا بيحبوا ربنا وهم بيعبدوا ربنا وبيدوقوا طعم العبادة. من المرة اللي جاية هنبدأ مع بعض. خلاص أنا خلصت كل المقدمات وشرحت المقدمات، خلينا نخش في الجد بقى. من المرة اللي جاية نبدأ أول عبادة من العبادات، من أول الطهارة خالص، مرورا بكل العبادات اللي ربنا فرضها. وفي كل مرة يا رب تطلع بمعنى جديد،
يخليك متعلق بربنا ودايما روحك حية ودايما مغذي روحك ودايما نفسك ساكنة ومطمئنة. بعون الله على طريق الله هنحيي روح العبادة.